بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بنتكلم على خزان أرضي، زي اللي احنا شايفينه مربع، المسافة ما بين الأكسات للعمدان 6 متر. المسافة الأولانية 6 متر من حد الخزان، من حد الأدمة لحد الأكس، ارتفاعه 5 متر. طبعا أول حاجة بنعملها بندرس اتزان الحائط ده كحائط ساند، وبناخد المسافة الباقية مينيمال. الدراسة بتشمل إن احنا نجيب البعد ده ال L أو ال B، وبنشيك على الاستابيليتي بتاعته من ناحية الأوفر تيرنينج والسلايدنج. طبعا قبل ما نخش في الكلام ده بنقول إن اللي تشيك على الاستابيليتي مهم جدا بالنسبه للاوفر تيرنينج والسلايدنج، مش الاوفر تيرنينج لوحده. الغالب بيشيك على الاوفر تيرنينج بس وبيسيب السلايدنج، وفعلا عمل مشاكل كبيره الموضوع ده. هنا انا افترضت في الخزان ان الحيطه 30 فوق و60 تحت، القاعده بتاعتي 70 سنتي، البي بتاعتي 5 متر. طيب جبت الكلام ده ازاي؟ عملت برنامج على الاكسل، حطيت الابعاد بتاعتي بالكي اكتف بكل حاجه. طلعت ال ال المفروضه انها تدي سيف تقريبا 3 متر و90، زودتها ل 5، طلع السلايدنج عندي سيف والاوفر تيرنينج بتاعي سيف. طبعا الاوفر تيرنينج الحمد لله بيطلع اوفر سيف، هو السلايدنج هو اللي فيه مشكله. تلاحظوا هنا ان انا ما خدتش تأثير الباسف، هنا بيقول لك هنا اف يوز باسف بريشر بيطلع الاف الفاكتور اوف سيفتي 2.9، انا ما خدتش الفاكتور، ما خدتش الباسف معايا. بحيث ايه؟ بحيث ان انا لما بنشئ خزان زي ده بملى ميه عشان اختبره، ما بيكونش هنا في تراب، ورا الخزان ما بيبقاش فيه تراب. طيب ازاي انا هحط الباسف وانا مالي الخزان وما فيش تراب؟ ما ينفعش. الافضل ان احنا نهمل طبعا، او الاحسن او المفروض ان احنا نهمل تاثير الباسف. افترضت هنا برضو ان القاعده 30 والمينيمم بتاعها 30 والسقف 20، وبنشيك على البنشنج وبنشيك على العزول ان شاء الله. طيب نفتح الساب. الأدمة طبعا أنا واخدها ب50 سنتي، الأدمة بتتاخد ممكن 50 أو بتتاخد بتتاخد بعرض بسمك القاعدة من تحت. نفتح ملف جديد، هنقول عندنا ده 13 وده 13، الزد ب2، الاكس هنفترض انها طبعا هي 6 متر ما بين العمدان، سيبها 6 متر، الزد ب5 اللي هو ارتفاع الحائط، وبعد كده بنعدل نقول ايد الجليد، نقول هنا 0.5، 5 متر، 6 متر اللي هي أول أكس للعمدان، وبعدين 12 تاني أكس للعمدان، 18 وتالت أكس، 24 كل ده أكسة العمدان، 30، 36، 42، 43، 47.5، وبعدين 48، ده آخر الأدمة بتاعت الخزان 48. نقوله ناخدهم كوبي، ناخد دول نمسحهم، وبعدين نقول بيست. تمام، اوكي
كده اترسمت القاعدة زي ما احنا شايفين مربعة. الحد ده اللي هو ده اللي هو حد 5 متر بتاعتنا، ده اللي في الدايرة القدمة. هنا أول أكسل العمدان، أدي صف 2 3 4 5 6 7 صفوف في الاتجاهين، 49 عمود. طيب نحط الخواص بتاعتنا. الأمدان خدتها أنا 50 سنتي مدورة، وبعد كده بنشيك على الحمل بتاعها. نقول أول حاجة بالـ70، كده نقول بـ30، بعد كده نحط الجدران وناخد واحد متوسط اللي هو 45، هو 60 على 30، ناخد 45 اللي هو المتوسط بتاعه. ناخد بعد كده السلاب 20، طبعا ناخد 20 على أساس الديفليكشن، إن ده المينيمم ديفليكشن بتاعه. ناخد بالمرة العمدان، نقول آد كونكريت، ناخد ندور، نقول الكولوم 50 ب50، تمام. أوكي، نبتدي نرسم القاعدة بتاعتنا. نمسك مثلا أول حاجة نقوله البيس 70 بتاعتنا. طيب البيس 70 بتنتهي فين؟ بتنتهي هنا. يعني لو خدت كده يبقى دي ايه؟ البيس 70. طيب نقسمها بالمرة، نقول ان دي ودي 5 في 5، هنقسمها كل متر على اساس الملف ما بقاش تقيل. دي 6 و5، واحد 2 3 4 5 6، مظبوط. دي كده 6 و1، كده تبقى 6 و1، دول لأ، دول مش معانا، اللي بره دول 5 و1، دول اللي 6 و1. كده بعد كده دول 5 و1، اوكي. ناخد دولت نقول ايه؟ نقول 5 و1، اوكي. طيب احنا رسمناها كده، قدامنا حل من اتنين: يا اما ننقل كل واحدة من دول، الصف الصغير ده ننقله بريبليكيت، يا اما ننقله كله بميرور. يبقى ممكن ناخد كده وندوس على ريبليكيت، نقوله ميرور، هنقوله ان الاكس بزيرو والاكس التاني بـ24. جبت منين الـ24 دي؟ جبت منين الـ24 اللي هي نص الـ48 متر اللي عندنا؟ يبقى 24. بعد كده دي هنقول 24 و24، تمام. قلت اوكي، خليها اتنقلت. جت منين الكلام ده؟ لو اخدناها كده تاني قلنا ريبليكيت الميرور، الـ24 دي في الاكس عند الزيرو وعند الـ24 الاكس. بعد كده الواي عند 24 من هنا اهو، 24 و24 الحد اللي انا هدور عنده، اللي انا هنقل عنده، تمام.
خلاص نبتدي نكمل ناخد القاعدة دي، نقول دي برضو نفس القصة 70 سنتي، ناخدها من هنا لهنا كده، هنعمل نفس الكلام. البلاطات دي هتتقسم 6 و5، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة كده غلط. الناحية التانية اوكي، دي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، لا غلط، كانت في الأول صح، 1 2 3 4 5. كانت في الأول صح، هنقول أنا قسمتها 6 و6، 5 و5 كده، 1 2 3 4 5 6 كده مظبوط. هنقسم دي ودي بالمرة، تمام. نبتدي نقسم الصغيرين دول، ب6 و1، نفس القصة برضو هاخدها بميرور، هنقوله ناخده دي كده ونقوله ميرور، بس المرة دي هقول ان دي 24 ودي 0 و24 عكس التانية، تمام. بعد كده هرسم اللي جوه بالبيس 30، ناخد اللي جوه كده، ممكن ناخد معاه ده بقى، مش فارقة بقى اما نعمل ميرور او الكلام ده، تمام. ناخد ده، ناخد ده، بنقوله ناخد ده كله 6 و1، دول زيهم، ناخد ده العكس 1 و6، على فكرة أنا رسمت في المستوى بتاع السقف مش في مستوى الأرضية، مش مشكلة. دلوقتي ناخد 30 بتاعتنا للباقي، كده وكله هيتقسم، ناخدهم كلهم 6 و6، 6 و6 اوكي. ممكن اخدهم بقى عشان اعملهم صح، ديفاين موف اديت، قصدي موف، ننقلهم 5 3D كده مظبوط. طيب فنبتدي نرسم العمدان والباقي. نقول هنخش
نفس الملعندان كده عند 6 مظبوط، نفس الملعندان كده رسمتهم، ناخدهم كوبي ونقول ريبليكيت. كم صف؟ ادي 1 2 3 4 5 حوالي 6 صفوف، نشوفهم بالظبط كام. ادي 1 2 3 4 5 6. طيب يعني نكررهم في اتجاه واي 6. اوكي تمام. تمام اترسم. ماشي، بعد كده نرسم الجدران بتاعتي. لو مشينا ندخل 50 سنتي بتاعتنا، نرسم الجدران اللي هي 45، نقول ممكن نرسمها كده أو ناخدهم كلهم ونمسح الطرفين. نقسمها نقول ده وده 5 و5. لازم طبعا التقسيمات تبقى متساوية فوق وتحت، وده 5 و6. التقسيمات لازم يبقى الشيل متقسم زي بعضه. تمام، الشيل لازم يبقى مطبع مع بعضه في الأرضية وفي السقف وفي الجدران. وفي الجدران لازم يبقى مطبع مع بعض. ممكن ناخدها كوبي ونعمل ريبليكيت. طيب النقطة، لو قلنا كده اكس واي، النقطة دي كام؟ النقطة دي اللي هي 47.5. يعني لو قلنا كده ريبليكيت يبقى في اتجاه الواي 47، 47.5. بس ما ننساش بعد كده نقلب المحاور. بعد كده ناخد هنا ندخل ناخد الول نقسمها. تمام، ناخد اللي فاضلين دي ودي دي. تمام، برضو نفس القصة، ناخدها ونقوله ريبليكيت 47 بس في اتجاه الاكس. تمام كده، فاضل لنا نرسم السقف. تمام قوي، بس طبعا المحاور مش مظبوطة خالص، نظبطها في الأول أحسن. نظبط المحاور عندنا زي ما احنا شايفين مش مظبطة خالص. طيب ممكن نقول كده، ممكن نقول أوبشن كده، نقدر نشوف دي كده. أول واحد ده الحيطة دي مظبوطة أحمر أهي، يعني المحور للخارج. احنا عايزين نخلي المحور المحلي للخارج، و بحيث يبقى مع اتجاه المية. تمام،
يبقى مع اتجاه المية وعكس اتجاه ال عكس اتجاه الايرث بريشر. اهي دي الحيطة، هي دي الحيطة، ممكن نكبرها ناخدها كلها كده، نقول السيل اريا سيل اوكي تمام. بعد كده الحيطة دي نفس القصة، فاضل القعدة. شوف انكسرت القعدة اهي، فاضل القعدة هي اللي مش مظبوطة خالص. نقدر نقوله هنا اكس واي، ننزل تحت واضحة اهي طبعا، نقدر ناخد كده كده كده. يبقى عملنا ايه؟ خلاص خلينا المحاور بتاعة الأرضية لفوق عكس اتجاه المية، والمحاور كلها لبره مع اتجاه المية. نرسم دلوقتي السقف نقول اكس واي، الأم ده نظهر اهي، الفرق ما بين القعدتين ظهر. نطلع للسقف ناخد، نقدر ناخد نفس اللي عملناه نقوله سلاب، سلاب 20، السلاب كله 20، خده كله تمام. خده كله نبتدي نقسمه، مثلا ممكن ناخد نكبر شوية، ممكن ناخد الصغيرين دول كده ونمسحهم لأن دول في الأدمة. دول في الأدمة نقعد نرجع دماغنا، ناخدها تاني سلاب 20 تمام. بعد كده نبتدي ناخد دي ودي ودي ودي، ونقول دول الخمسة الخمسة بتوعنا،
بعد كده نقوله الرأسي هاتهم لي كلهم 6 و5. اوكي غلط، ناخدهم تاني هيبقوا العكس. مظبوط، ناخد دولت اللي جوه كله يبقى 6 و6. ناخد الصغيرين 5 و1. طيب انا عمال اقول لازم يبقى الشيل اللي تمشي كلها مع بعض، لازم الشيل تمشي كلها مع بعض على اساس الاستمرارية في العزوم. يعني هو ده اللي بيمشي في الطبيعة، ما نقدرش نقول نقول للبلاطة وقفي هنا وما توقفيش هنا، لو وقفت الحديد هتشرف. مظبوط، وانا مش عايز الموضوع يشرف. الشل المفروض ان هو كله يمشي مع بعضه. رقم حطينا رقم غلط اصلا. الشل المفروض ايه؟ انه يمشي مع بعض. ما نقدرش نقول ان احنا نفصل ما بين مثلا الفلات والبلاطة الكمرية، يبقى غلط او مش مستحب. الشل المفروض كله يمشي حتة واحدة، مية واحدة. خلاص أنا كده خلصت الرسم بتاعنا. خزان أهو زي الفل. نقدر نقول المرة دي يعني نوقف على كده، وإن شاء الله المرة الجاية ندخل الأحمال، أحمال المية وأحمال السبرينج. السبرينج طبعا ما ننساش إنه في سبرينج 50 في 50 أو 50 في متر بالأصح، اللي هما على الأطراف 50 في متر، وفي الكورنر 50 في 50. كل السبرنج احنا مقسمينها أو الشيل اللي مقسمينها متر في متر. إن شاء الله المرة الجاية بنحط الأحمال ونحلل الخزان ونطلع العزوم عليه والإم والإم، وبعد كده إن شاء الله بناخد السقف بتاعنا وبنحله على مرة بالساب ومرة بالسيف، وبنقارن ما بينهم ونشوف مين هو المقنع أكتر أو اللي نمشي عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.